مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري يوم الاثنين المقبل سيصوت عليه في المجلس الشعبي الوطني. يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الاثنين 4 جويلية 2022 على الساعة 10:30 صباحا بجلسة عامة يخصصها للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري. ويبقى مشروع قانون الاحتياط العسكري إخضاع الذين عملوا في الجيش ضباط عاملين أو متعاقدين أو ضمن صيغة خدمة العلم لنظام التعبئة الشاملة أو الجزئية، أي أنه يمكن تجنيدهم متى استدعتهم الظروف لذلك. تابعوا بقية التفاصيل في هذا الفيديو.